أثبتت التجارب أن إعداد دستور استعجالي ظرفي قد يعقد من الوضع العام للبلاد والعباد. من هنا فإننا نأمل أن يكون الدستور الجديد وثيقة قانونية تعمر لأطول مدة ممكنة، وأن إعداده يستلزم إشراك كل مكونات الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية. ومن حق كل الشعب الجزائري أن يحلم بدستور جديد يشكل لهم ضمانا سياسيا وقانونيا قويا ومتينا. وإننا إذ نعتبر إنشاء لجنة مكونة من خبراء القانون لصياغة دستور بتعديلات حددها السيد رئيس الجمهورية في محاور 7، خطوة هامة على طريق تجديد الممارسة السياسية. إن حزبنا يستعد بكل قوة الآن لأن يدخل هذه المرحلة برؤية وتصور جديدين، وسنكشف في المؤتمر القادم عن هذه الرؤية الجديدة، وسنعمل على أن يكون حزباً لكل الجزائريين باختلاف مشاربهم وتنوع أفكارهم واختلاف رؤاهم. وسيكون على مناضلي وإطارة الحزب العمل على تجديده من الداخل وتسهيل انخراط الشباب والكفاءات في المكاتب الولائية والبلدية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.